امبارح كمان مهرجان القاهرة للدراما شهد حضور حشد كبير من النجوم، وخصوصا الوجوه اللي احنا بنحبها وارتبطنا بيها من سنين طويلة. انا واحد من الناس اللي كنت سعيد جدا بتكريم الفنان القدير احمد نبيل، فنان البانتومايم، واللي اتربينا كلنا على اعمالها الناجحة واللي ظهرت من قلب هذا المبنى، من قلب ماسبيرو. كان التكريم ده في اطار عنوان شكرا اسعدتمونا. من سنتين الفنان احمد نبيل كان اعلن ابتعاده عن الساحه، لكن ده ما منعش مهرجان القاهره للدراما انه يقدم اللفته الجميله دي ويكرم نجم كبير اسرى الفن المصري، واحنا كمان بنبارك له وبنحتفل بيه وبنقول له وحشتنا يا استاذ احمد. الله يخليك، وحشتنا جدا. الله فيك. الله يخليك. الف مبروك على التكريم ده وطعمه الحلو وفي المكان الجميل. يعني انا يعني اولا يعني انا عايز اسمع حضرتك تتكلم. نعم، تحت امرك. الله يخليك. من سنتين اعلنت ان حضرتك هتبتعد، لكن لا، ده ما هو منعش. من سنتين. من اكتر. انا اعتزلت من سنه 2012، اعتزلت يعني عن التمثيل خالص. لكن ما اعتزلتش من قلوبنا يا استاذ احمد. انما دلوقتي، انما بالنسبه للبانتومايم، يعني انا عندي ورش فنيه بعملها في المانيا وفي النمسا، ودايما بروح الصيف اعمل هناك الورش دي. ده كلام مهم جدا. وزائد ان بعمل يعني بيخلوني التحكيم في مهرجانات البانتومايم. طيب يعني وبخرج عروض بانتومايم هناك. جميل جدا. ده بقى يعني هبعد عن التكريم شويه واركز في النقطه دي. مستقبل البانتومايم في مصر عامل ازاي؟ مستقبل الجيل اللي مصر داخل عامل ازاي؟ يعني انا عملت مجموعه يعني درست لها في قسم المسرح في اسكندريه. الناس دي طلعت بقت مخرجين وبقوا ممثلين، ويعني ما شاء الله في الاذاعه، في اذاعه الاسكندريه، وفي في المسرح، وفي في التلفزيون، يعني مجموعه كبيره يعني هنشوف اجيال ان شاء الله. يعني عايز اقول لك على حاجه وبقولها بصراحه. هنا الممثل لما بيعمل بانتوماين ما بياخدش الاجر اللي بياخده في التمثيل العادي. واخد بالك؟ يعني مثلا يعمل مثلا فقره بانتوماين 5 دقايق، لازم يعمل 6 شهور تدريبات وتوضيب وحاجات كده. كويس؟ انما يروح يعمل يوم في سهره ولا في فيلم بياخد له 300 400 ألف جنيه كده، يعني ياخد المبلغ كبير. انما يجي في البانتومايم بيحاسبوه على ربع اجر. طيب هو يعني انما انا بالنسبه لي المهم ان حضرتك كان موجود. ليا اجر خاص يعني. لا اكيد حضرتك طبعا، احنا بنبارك لك مره تانية يا استاذ احمد على ظهورك تاني، ان احنا نشوفك، ويعني بنتمنى نشوفك دايما كتير يا استاذ احمد بعد كده. يعني انا تحت امركم يعني، انما بالنسبه للتمثيل خلاص يعني. خلاص. يعني قولا واحدا. كده كويس قوي. يعني عملت افلام كويسه، عملت مسرحيات كويسه، عملت برامج في الاذاعه كويسه، كتبت للاذاعه ومثلت في الاذاعه. استاذ احمد يعني على المسرح حضرتك وفي التلفزيون، يعني عملت حاجات كثيره جدا والحمد لله. استاذ احمد نبيل يعني الفنان الكبير والمبدع في البانتومايم، يعني احنا بنشكرك وبنبارك لك مره تانية، ونتمنى دايما نشوف حضرتك في تخريج اجيال جديده من الفنانين، فنانين النوع ده من الفن في مصر، اننا محتاجينه بالفعل.